بداية هالأسبوع بدي أحييكم مشاهدينا، وبتمنى يكون هالأسبوع حامل معه كل حلول لمشاكل عديدة. بعض المشاكل بدها قرارات حازمة، وبعض الأمور فيها قرارات ولكن ما فيها تنفيذ. وبالوقت ذاته المواطن اللبناني اللي هو تحت القانون بحاول مرات يتحاول عن القانون، ومرات ما بيلجأ للإدارة، بيلجأ للمسؤول إن كان نايب أو وزير، بيلطي بواسطة منه ما منطبق القانون. فنحن إذا طبقنا القوانين وإذا كانوا الكل تحت القانون بعتقد كل الناس بتاخد أكيد حقها، وبالوقت ذاته ما بعد في مماطلة، وهيك بتقوى ثقة الناس بالدولة. نحن بداية رح نبلش بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، صدر بيان عن اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام اللي اجتمعت اليوم بمقر المركز الكاثوليكي وبرئاسة رئيس اللجنة سيدة المطران بولس مطر، وبمشاركة راعي أبرشية جبيل المارونية سيدة المطران ميشيل عون وأعضاء اللجنة الأسقفية. تداول المجتمعون بموضوع ما يسمى مشروع ليلى ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية. وطبعا سيدة راعي أبرشيت جبير أكد أنه عضوين من الفرقة كان أقر بمساس بعض الأغاني للشعائر الدينية، وبالتالي كمان كان أظهر نية للاعتذار عن هذا العمل عضوين من الفرقة، وعن الاستعداد لحذف ما يجب حذفه احتراما لمشاعر الديانتين المسيحية والإسلامية. وقد رغب سيادته بأن يأتي هذا الاعتذار من أعضاء الفرقة مجتمعين بمؤتمر صحافي مشترك، وهذا ما لم يتم حتى اليوم، مما يدل على وجود نية مبطنة لديهم لتمرير الوقت. فانطلاقا من هذه الأمور، ترى اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ضرورة تبيان أولا أنه الكنيسة اللي أراد المسيح نورا للعالم كانت ولا تزال المناصرة الأولى للحرية التي تبنى على الحقيقة، انطلاقا من قول الإنجيل تعرفون الحق والحق يحرركم. وقد دافعت الكنيسة ولا تزال عن الحرية بكل أبعادها، من الحرية الدينية إلى حرية الضمير إلى الحرية الشخصية، مما يجعلها ضمانة للحريات بالعالم. والكنيسة بلبنان هي اللي حملت وبتحمل لواء الحرية على الدوام، وهذا ليس في حاجة إلى إثبات من أحد. ثانياً، غير أن الحرية قد تحولت في نظر البعض إلى فعل أي شيء وقول أي شيء بدون النظر إلى القيم الإنسانية التي يبنى عليها المجتمع. فالحرية ملتزمة كرامة الإنسان وحقوقه، وهي ملتزمة أيضاً العدل والمساواة لبناء المجتمع الإنساني، كما أن الحرية هي من مسؤوليتها احترام الآخر واحترام أيضاً الأديان، وهي ملزمة بعدم المس بالشعائر الدينية لأن في ذلك خطراً على المجتمعات وتهديداً للسلم الأهلي. بالنسبة للحفلة المزمع إقامتها في 9 آب ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية، ترفض الكنيسة أن يمس بشعائرها وإيمان أبنائها ومشاعرهم بأي شكل من الأشكال. فالقضية قضية مبدأ واحترام للذات والغير واحترام المقدسات في كل الأديان، وإن رفضها لهذه الفرقة والعرض الذي تؤديه يبنى على ما تقدمه من أفكار وأعمال، طبعا أعمال تثبت تتهكم على الشعائر الدينية الإيمانية وتشوه صورة الله كما تعلمها الكنيسة. لأجل ذلك تطالب اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المسؤولين في الدولة كافة بتحمل مسؤولياتهم وفقا للدستور اللبناني الذي يحترم كل الأديان ويقدم الإجلال لله. فلا تقبل الدولة أي انقلاب على دستورها وهو رمز حريتها ووجودها وكرامتها، وتطالب المسؤولين والأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي فرصة تعطى لأي كان بالمس بالأديان ووقف هذه الحفلة. الخوري عبدو أبو كسم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، وباخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ 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 أهلا، تفضل.
مرحبا. مرحبا. معك محمد أبو خالد، موظف بالمطابع التعاونية الصحفية. أهلا أستاذ محمد. نحن عنا مشكلة، نحن أنه قلنا رواتب بحدود 7 أشهر ما حدا عم بيعطينا إياهم من الشركة، وهلا بده يعطونا جوابات صرف أنه نحن مفلين من الشركة ورواتبنا مش الطرد التعسف والإنذار اللي قررت لنا فيه وزارة العمل من بعد ما لجوا إليها. رواتبنا لحالهم بعد ما عطيونا إياهم كل واحد له ب30 و40 مليون ليرة غير طرد التعسف والإنذار اللي هو حقنا، وعم نفاوضهم قالوا لنا لكم حق بس ما عندنا مصاري، وزادتين 44 عائلة بالطريق. يعني إذا وزارة العمل طلبت بإعطائكم ما علي، يعني أكيد رواتبكم وحقوقكم، ما عندهم مصاري، كيف يعني هلأ حاليا أفلست، يعني أعلنوا إفلاسة؟ مش إفلاسة، هي عندهم المدنى النهار، هن مطابع التعاونية الصحفية يلي بتطبع كانت للنهار، صحيح 80% منهم، 80% من أسهمها هي تابعة لبيت التويني. نعم. بيت التويني باعوا مدنى النهار اللي بالحمرة كاملة. نعم. وقضوا حقه 13 مليون ونص دولار بال 2017. نعم. سجلوا كل شيء باسم الجهه الشاريه بلا ما نذكر اسمها. نعم. باسم الجهه الشاريه وضبوا المصريات كلهم. هلا يعني بقيتوا انتم كموظفين ما عندكم، ما اخذتوا حقوقكم؟ ما اخذنا ولا لا من لا من الشركه السابقه قبل ما تنبيع، ولا من الشركه الحاليه اللي عم بتدير المطابع. لا هي ذاتها بعد الشركه، بعد هي ذاتها التعاونيه الصحفيه. نعم. هي ذاتها باعت كل ممتلكاتها، واجوا قالوا لنا هلا انه ما في مصاري، يعني بعد ما خلصوا هربوا كل شيء مصاري وروحوا كل شيء ممتلكات، بيجوا بيقولوا لنا هلا ما في مصاري. ونحن 44 عائله قاعدين. انتوا لجأتوا للقضاء ما هيك؟ نحن بعد ما رفعنا دعوه لان بهاليومين بيجينا جواب الصرف، بس بتعرفي ستنا انت القضاء يعني الحمد لله بده ياخذ وقت، بدنا ثلاثه لنقبض حقنا، بنكون ظهرنا من بيوتنا، اولادنا قعدوا بلا مدارس ومتنا جوع. قد ايه معدل اعماركم اعمال الموظفين؟ في يعني ببلش يعني عندك بال 45 لل 60 و70 سنه، وفي ناس عمرها 74 سنه. يعني هول وين بده يرجعوا يشتغلوا؟ هذا كل جنى عمرهم يعني 100%. ونحن بعدنا انه عم نفاوض، ونحن اولاد المؤسسه، ونحن بس هن ما عم بفاوضوا على هالاساس، عم بفاوضوا انه اخذوا كل شيء، ضبوا كل شيء وقعدوا هن على جنب. يعني انا بعرف انه اليوم في كتار عم بيصير في صرف تعسفي بكتير من الامور يعني، وما حدا باله للاسف، يعني ما عم لاحظ عند المعنيين انه في هيك مثل حسم لهذه الامور، لانه كتار من المواطنين اللبنانيين عم يخسروا اشغالهم بطرد تعسفي وعم ياخذوا حقوقهم وعليهم ديون وعليهم ضرائب وبدون يكملوا حياتهم يعني بالنتيجه. عفوا، نحن انت عم تحكي بطرد التعسفي بالانذار، نحن هول بعد ما حكينا فيهم عم نحكي بالمعاشات المكسوره. بعدك عم تحكي معاشات مكسوره؟ اللي ما بده يعطونا اياهم، تعبنا عرقنا يعني، مش طرد تعسف وانذار. يمكن طرد التعسف والانذار اوكي بنرفع دعوه وبننطر ليجينا الرد، بس هيدا راتب الشهر اللي انتم اشتغلتوه، الشهر اللي بدنا ناكل فيه يعني. في ناس البند النص الاسكان حيحجز لهم على بيوتهم، في ناس طالعين من بيوتهم ما قادرين يدفعوا اجار 100%، 100%. في ناس جيعانين بدها تاكل، في اولاد بدها تتسجل حيقعدوا بالبيت، يعني الوضع مزري جدا. في حدا من قبلكم يعني عم بفاوض او عم بحاول؟ 100%. اليوم كنا بالمفاوضات. نعم. تفاوضنا نحن وياهم، جايبين لنا 25% من رواتبنا، وهليك نبقى بنحكي فيهم بعدين يعني. بعدين راح كل المبلغ. ما في ممتلكات لتحجز شيء على الشركة. نعم. باعوا وعملوا وسجلوا كل شيء بال 2017 وبعدهم كانوا عم يضحكوا علينا لو وصلنا لهون، وفوتونا كل لياتنا بالحيط وصلنا بالطريق. على كل حال يعني من عبر الحل عنا وصل صوتك، بتمنى للمعنيين وإن شاء الله أنه ياخذوا قرارات، يعني هيدا الراتب هو من حقكم، هيدا كرامة عيشكم وكرامة عملكم بالنتيجة، مش لازم حدا يقدر يمس فيه لأنه مقدس. من هيك أنا بتمنى على القيمين على التعاونية أنهم يرجعوا يعيدوا النظر بالموضوع ويعطوكم حقوقهم، يعني لأنه هيدا من حقكم، يعني ما في واحد اثنين يختلف عليها. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نحن ستنا يعني من الاشخاص اللي عفوا، نحن اولاد بيت وتربيه اكيد بيت. لا بعدين انتم ما هي المؤسسه بتصير بيتكم الثاني يعني بالنتيجه، ما انكم ضد، انما انتم بتاسفوا اكيد مثلكم مثل اصحاب التعاونيه لانه لكم تعب فيها. 100%. اهلا وسهلا فيك. كثر خيرك وكلك زوج. اهلا فيك. باخذ اتصال اخر. الو. إيه. الو تفضل. يلا لا تبلش تحكي. انا عم بحكي، عم بقول لك تفضل. يلا الو تفضل. الو نهارك سعيد. اهلا فيك تفضل. عندنا شكوى وراي. يلا اول شيء الشكوى، شو هي الشكوى؟
شو هي الشكوى؟ لك في عنا شكوى، هيدي طريق جزين، انا عبيتي على الطريق حد مخبر اصفهان، هيدي تبع الصاوي يصير بوسطه دخني شيء بيعمل قلب، نحن صرنا بعمر 80 سنه راح نهلك، راح نموت من ريحه هالدخنه يا عم، مشوار مصيبه لمين ما نشكي. هيدي دخنه المازوت، هيدي لازم بالقانون، خيارات بوسطات تبع الصاوي كثير. خليني بلش لك بالقانون، مفروض كل الاوتوبيسات والسيارات هيدي بالقانون لازم تحط اشابمون طلوع. نعم هيدا مش حاطين له الصاوي هيئتهم بشي كتير يا شيخة، شي كتير، وهالكميونات تبع رمل رمل ليلا نهارا أسطول 60-70 كميون من هالعكميات، شي مشي 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 بخوف. ما في أرق شو جبال هاي وحدة. بعدين في إلي رأي. نعم. أنا كنت موظف بالستينات وبالخمسينات قديم. نعم. وهلا أكيد طلعنا على التقاعد. نعم. في رجل مهم، رجل مهم مسلم بجنن عنده خبرة، ورجل تشريع ورجل قانون ورجل خبرة ونزاهة ونظافة، اسمه حسن الرفاعي. مزبوط. ما بسمع بيقولوا اسم وزير رئيس وزارة، لأنه آدمي ونظيف، يعني كان وزيرنا بأيام التصميم بالسبعينات، شيء مش معقول قداش نظيف وقداش نظيف بزيارة. لا ما بيعمل رئيس وزارة هيدا اللي بيبرد في البلد، مش عم بفهم انه لازم يجوا هني. هلا انا بوجه له تحيه لل انا احكي رايي. ايه اشتغل، اهلا وسهلا فيك. نحن معطر استاذ، حتى بيحطوا هي رئيس وزاره استاذ، لقلك وزير مثلا، لقلك شغله، يعني احنا كمان من قدر، احنا هو مرجعنا كمان بالقضايا. انا ما في هي، انا ما عم بحكي، انا هو متعصب اسلاميا وانا بحبه قد السما. لا نحن كمان من قدره كاعلاميين، هو مرجع قانوني لكل الاعلاميين كمان. هذا دائما بحطوه هذا وزيرنا، انا بحبه قد الدنيا، ادمي ونظيف، هذا اللي لازم يحطوه رئيس وزارة، هذا لازم يكون حاكم بالبلد. اهلا وسهلا فيك. خلينا هلا قديب رح تابع موضوع شكوى الباص تبع الصاوي والكاميونات الشاحنات، مفروض تتحدد اكيد اوقات اللي بتقطع فيها على الطرقات، لانه مثل ما عم بتقول هيدي بتعمل كتير مش غير غبره وحوادث، واكيد اذا على طرقات جبليه ما بعد واحد يقدر يزمط منها الا بحادث. اهلا وسهلا فيك. باخذ كمان اتصال. الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. وحياتك بخصوص الضمان الاجتماعي الاختياري. نعم. صار لهم 2018 ولا قرش دفعوا لنا، و2019 ولا قرش، يعني كثير عذاب. البل عم بحط مصاري، واحد بحط 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 بحط، فيك تحركي لنا اياهم شوي؟ ولا سنة الماضي حركناها، دفعوا ال 2017، هنبلش نحرك 2018. معروف. مع انه الاختياري كل ثلاث اشهر تدفعوا هالمبلغ، إذا ما دفعتوا بيلغولكم إياه بدون ما يبلغوكم مرات، أقله يحترموا يحترموا أنتوا كيف على الوقت عم تدفعوا المبالغ، يعني بشكل تلقائي ودوري. معك حق. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. فاصل ومنتابع. منتابع حلقنا عبر الام تي في وبمتابعتنا، بدي اقول لمشروع مسعد بالمنصوريه يلي طالبوا انه يكون عندهم مي، كان لها عده سنين ما وصل لهم المي. انا بدي اشكر طبعا المسؤول عن المنطقه بمقسمه بيروت وجبل لبنان جوزيف خليل يلي دغري تلقى في الموضوع، واليوم عرفت انه رجعت المي بشكل كثير طبيعي لهالمشروع هيدا. بدي انتقل الى بقاع كفره. كنت حكيت الاسبوع الماضي عن الطرقات يلي اليوم إلى عدة أشهر عم ينشغل عليها من قبل البلدية، وصار عليها بنى تحتية، ولكن اليوم صارت هي بحاجة إلى تسفيت. فالأهالي يومياً عم بيطالبونا بتسفيت هالطريق يلي هن حملوا الكتير، صحيح ما بقى إلا القليل. كنا وعدنا السبت يبدأ التسفيت، إن شاء الله هالأسبوع هيدا مثل ما وعدنا رئيس البلدية ورئيس الاتحاد شربل مخروف. من موضوع بقع كفرة وتسفيت الطريق إلى بلدي، هي بلدة كرم التين العقارية، مربوطوس كرم التين العقارية بالمتن. بتاريخ 10/8/2017 تم تقديم شكوى بالموضوع إقفال مزارب للخنازير، ما فيهم ترخيص، وإقراب على الكنيسة وعلى البيوت السكنية. وزارة البيئة كشفت وطلبت بإقفالهم، ومحافظ جبل لبنان أعطى كمان الأمر بإقفالهم، ولكن حتى الساعة لليوم ما زالت هالمزارع هيدي عم بتهدد المواطنين السكان، وما حدا عم يقدر ينفذ قرار
القضاء وقرار المحافظة بإقفالهم، لأنه مثل ما عم بتشوفوا الصور بتحكي لحالها. هل يعقل بالكنيسة القريبة والسكان اللي قاعدين قرب هالمزرعة هيدي هالزريبة هيدي ممكن يقدروا يعيشوا أو يفتحوا شباك أو تكون حياتهم صحيحة؟ خصوصا أنه هالمزرعة هيدي ما عندها ترخيص قانوني وشرعي، ما بعرف مع أنه صار في عدة قرارات بإقفالها بالشمع الأحمر من وزارة البيئة، من المحافظين، النيابة العامة، ولكن لليوم ما عم تتسكر. إذا كنا نحن تحت القانون بدنا نحترم كلمة القضاء وكلمة المعنيين، وإلا أكيد نحن ما فينا لا نوقف فساد ولا نعمل دولة. هيدا نموذج اللي أنا عم فرجيكم إياه اليوم. ومش مهم بس إنه نحن أقفلنا بالشمع الأحمر، لأنه هي أقفلت مرة بالشمع الأحمر ورجعت، ما في أسبوع رجعت فتحت، يعني وكأن ما في احترام لقرارات الدولة وللقانون. من هيك نحن منطالب تكون القانون يعني فوق الجميع، فوق الجميع. والسياسيين يلي هن عم يتوسطوا بتمنى عليهم ينزلوا يقعدوا 10 ساعات، 10 دقايق، 10 ثواني إذا بيقدروا يكونوا محل هالناس يلي ليل نهار عم بيعانوا ما بيعانوا ومن سنين طويلة. بياخد هالاتصال. ألو. ألو. أهلا، تفضل. مرحبا. مرحبا. في. أنا منيحة، تفضل. في عندي مشكلة بس بدي بلغك عنها إذا في مجال. نعم، تفضل. أنا اشتريت تلفزيون $1,900. نعم. وبعد سنة وشهر بالضبط تعطل. ارد اتصلت بالشركة، اجوا شافوا، قال شاشة، بده شاشة. قدي حق الشاشة؟ قال $1,100. يا عمي هذا ما له يعني شهر من هي كفالته. ايه. من هون لهون قال ابدا بدك تدفع $1,100. يعني هو كان الكفالة على سنة فقط؟ ايه كفالة. قطعت السنة، قطعت السنة من بعد بشهر تعطل؟ بعد شهر من ما قطعت السنة تعطل. راحت الشاشة. قدي؟ $1,100. ابدا ما كانوا يقنعوا. اتصلت بمكتبهم الرئيسي بعمان. قال خلينا اعطينا مجال كام يوم نحكي معك. كام يوم اتصلوا فيي قال حنعمل لك الشاشه حنخصم لك. اخذوا مني $500 حق الشاشه. نعم. ما الا هلا الا 7 شهور الشاشه الجديده. ما في عندي هلا تلفزيون شغال. اتصلت فيهم اجوا قال بدك شاشه. معقول يعني تلفزيون حقه مبلغ كلفني $2,500؟ اتصلت بحماية المستهلك قال ما فينا نعمل لك شيء. ما بيقدروا يعملوا شيء لأنه خلصت مدة الكفالة. ايه خلصت. ايه معي الكفالة. بس معقولة هي المشكلة إذا كان في عطل من الأساس كيف تدخل؟ يعني عم يدخل آلات تلفزيون وغيره على البلد، يا تهريب يا مش مكفولة، وعم يوقع ضحيتها دايما المستهلك اللبناني للصراحة. ما في من يحميه إيه، يعني لأنه هن بيلطوا تحت شيء اسمه كفالة. كفالة سنة، خلصت السنة بعدين مش مسؤولين. هيدي ما بعرف إذا بتتعدل خصوصا على مبالغ كبيرة يعني. بس في شغلة بدي أقول لك إياها لو سمحتي. تفضل. انزلت في وكيل حدنا هون بيوزع منا هاي الماركة تبع التلفزيونات. عم قلو بدي تلفزيون كذا كذا مثل اللي عندي. نعم. قال لي هيدا طلع فيه عيب تصنيع وبطلوا يصنعوا. يعني كان مفروض ينسحب من السوق مثل ما مريت سيارات بتنسحب من السوق. مريت أدوية بتنسحب من السوق. سيارات سحبوها. صحيح. أدوية، حتى أدوية بتنسحب من السوق. فكيف تلفزيون؟ قال لي هذا في ليك. يعني أنا بتمنى على وزارة الاقتصاد قبل ما توافق على إدخال أي شيء، يعني في أمور كتير لازم تنفحص بمعهد البحوث الصناعية، بس يعطوا هن يحطوا الختم عليها مثل ما عملوا بالغاز، مثل ما عملوا بأشياء تانية. مفروض كمان هالآلات الكهربائية اللي عم تجي من الخارج ما يغشوا فيها المواطن اللبناني، خصوصا إذا تبين إنه فيها عطل، يعني فيها دفو. يعني خلي يكون عنا جرة ونقول للوكيل ما بقى تجيبها وإلا بدنا نغرمك. هيدا بلدنا يا صديقي، بدنا نحاول قدر الإمكان نرجع نقول لهم نحترموا المستهلك ووقفوا حده، حمون اللبنانيين. هيدي هي حماية المستهلك، هيدا عملها أساسا. كمان بياخد اتصال. ألو. ألو. يعني عندي خشم. ألو. ألو. إيه أهلا، تفضل.
ما أنا طلبكم ناصر لا تحولوني لمدام رابيك. حولوك وأنا عم بقول لك تفضل. إيه. شو عندك؟ عندي شكوى بالنسبة لسيارة. نعم. بالحي عنا هون. إيه. قديمة وما حدا عم بشيلها. إيه. معطلة وما حدا عم بشيلها. لا مش معطلة السيارة. بس كل ما دورها بتقولي انفجار طلع بالحي. يعني أنا زلمي مريض. نعم. صرنا موصلن له مية خبر إنه يا عمي خفف له صوته غير له اشتمانه. هذا الشاب بده يكون لاف وهوا شرقي. كانوا في ليلة جيراننا أصحابنا سهرانين عنا بس دارت السيارة فزوا إجوا بالمطبخ. يا عمي روح قالوا لي شو هذا انفجار؟ ليك؟ يعني شغلة مش مقبولة. ليك كحال وين بأي منطقة؟ منطقة الحزمية. حكيت البلدية بلكي بلفتوا له نظره. حكينا للبلدية بده يكون هودي أصحابهم. لا لا هلا أنا بعد ما نخلص بناخذ رقم التليفون بنعرف مين صاحبها وبنقول هيدا إقلاق راحة بالنتيجة. هو من بيت الحموي. طيب خلينا نحكي مع البلدية فيها بنرجع بناخذ منك تفاصيل. بدي أروح لصورة اليوم لأن رح تخلص الوقت. صورة اليوم طبعا بدي اقول الحمد لله على السلامة لزملائنا بالاخبار رنين ادريس وطبعا مع داني تانيوس ونبيل غطمي يلي اليوم كانوا عم بيقوموا بواجبهم الاعلامي اثناء تغطية إزالة البسطات في منطقة صبرا بطلب من البلدية. وإذ مثل ما كلكم تابعتوا اليوم وشفتوا تعرضوا أكيد للكاميرا انسرقت أخذت منهم تعرضوا لأكثر من هيك. أنا بدي أقول لهم الحمد لله على السلامة وبدي أقول لما الإعلامي بيقوم بواجبه وهيدا واجبه ينقل صورة حقيقية ويساعد البلدية ويساعد الدولة حتى تنتظم الأمور ما بتكون نتيجته أنه بعض المواطنين يتعدوا عليهم عم يتعدوا على كراماتهم عم يتعدوا على الحرية بلبنان وعم عم يتعدوا كمان. والمؤسف أنه رجال أمن كانوا موجودين ما تحركوا لأن ما عندهم أمر بس ما بعرف ليه كانوا واقفين موجودين إذا مش بالخدمة أو بالخدمة ولكن أقله لما نحن منشوف رجل أمن منقول عنا أمان يحمينا. ما بدأ بعتقد كان قرار حتى يدافعوا عن هالشباب يلي عم يتعرضوا أثناء عملهم عم يتعرضوا للي تعرضوا له. يعني بتمنى أنه نحن نحترم شوي الحريات نحترم الإعلام يلي عم يقوم بواجبه وعلى رجال الأمن مرات تقوم بواجبها. ما بدأ هيدا أمر بعتقد هيدا تلقائي لازم يكون بحماية الناس. بعطيكم موعد بكرة إلى اللقاء.